رجع القضية، قضية في المدة هذه قبل المقابلة تاع فريق غيليزان وين جات لجنة المنشطات، كنت مريض بزكام حكم أي أم جزائرية تحب ولدها يكون مرتاح، تحب ربما جات مد لي دواء تاع الزكام، غلطت مدت لي دواء تاع الوالد، عندي الوالد مريض عنده السكر عنده لاطونسيون عنده بزاف ثم دويات محطوطين في الفريشيدان. نورمال رحت أديت المقابلة، ثم نورمال كي جات لجنة هزولي عيروني، خرجت النتيجة باللي إيجابية. أنا بكل صراحة تفاجأت، رئيس هذا لجنة الانضباط قال لي رانا طبقنا عليك، بقول أنت يا لاعب محترف لزماتك تقريبي وش راح تشرب وش راح تاكل وش راح تتناول، بكا مشي غرف الدواء من في الماكلة، من بكا أنت لاعب محترف لزماتك ثم هذه المادة ما لقاو لا مادة لا منشطة لا مادة درج المناشئ ملقاو لي حتى حاجة، يعني شغل على التهاون اللي درته. الحمد لله الحمد لله، لازم نشكر الوالدين بكل صراحة، الوالد والوالدة والزوجة الكريمة اللي من 6 نوفمبر قرواموها دوك بإذن الله 6 فيفري ولا ما بقى لي شهر ونص والله بإذن الله يعني داخل بسكرة إن شاء الله، غدوة بإذن الله نعاود ننتحق بتربص في تونس بربي إن شاء الله، وإن شاء الله العودة إن شاء الله بكل قوة بإذن الله إن شاء الله.